نشكر لجميع الأطراف المتدخلة في تنظيم هذا العرس التربوي، سواء وزارة الأسرة والتضامن أو وكالة التربية الاجتماعية والجمعية الحاضنة جمعية فاعل خير لمدينة مناس. فتحية لكم جميعا وتحية لكم الحضور على يعني حضوركم في القاعة المباركة، لأن لولاكم لما كان النشاط. ولذلك يعني ستكون مداخلتي في الوقت المخصص لي هي حول التأهيل التربوي للآباء والأمهات كضرورة لنجاح تربية وتفوق الأبناء. طبعا أحبتي الكرام، عندما نتكلم عن التأهيل التربوي يعني يأتي في الواجهة مسير رأسا نحو موضوع التربية. فتربية جيل يعني إخراج أمة، وعندما نتكلم عن التربية نتكلم عن شيء به تبنى الأمم. فنما اليوم أدبات الدقوق شو شنو هي السالفة؟ أدبات الدقوق المواضيع اللي غادي تكون في الدورة التنمية الجاية، لأن اليوم لقاء افتتاحي. فنفتح شهيتكم ونفتح تطلعاتكم ونستفز ذاكرتكم في الاتجاه الذي يؤدي إلى الرغبة في حضور هذه الدورات في القريب إن شاء الله عز وجل. مفهوم التربية لن نغوص في تفاصيله كثيرا، لأنه شأنه شأن الثقافة والحضارة. يعني نقولكم أن بلغ من تعريفات التربية 500 تعريف، لكن في العموم التربية هي ماذا؟ هي نقل الخبرات والقيم ونقل المعتقدات حتى ضمن فضاء ثقافي مجتمعي عام يراعى فيه الفروقات الفردية، ثم يراعى فيه التغيرات المعاصرة، لأن يعني لكل عصر تربيته، والتربية تتغير بتغير الزمان والمكان والإنسان المتربى. أدعو صاحب الكرام هنا من الموضوع المشروع التربية الوالدية. إذا الأسرة تشكل يعني زاوية مركزية في موضوعنا، ولذلك لا بد أن نمر إلى هالدورة الحياة في الأسرة. الأسرة بالنسبة للفتيات الحضرات والشباب ما قبل الزواج، وهي فترة تكوين المفاهيم المتعلقة بالأسرة. عندما نتكلم عن التربية الوالدية نتكلم عنها ما قبل وجود الأسرة أصلا، لأن التأهيل ما قبل وجود الأسرة مهم جدا. فهذه المرحلة مرحلة تمهيدية التي تبدأ بالخطبة والاستعداد واختيار الشريك إلى غير ذلك، ثم مرحلة الزواج، بعدها مرحلة الإنجاب، وتأتي المرحلة التي نحن فيها مرحلة تربية الأبناء. ثم لا بد من هذه المرحلة وغنى وبكى هنا مرحلة استقلال الأبناء. بالقصد ديالنا هو هذا مرحلة تربية الأبناء. وهنا يعني ينصب حديثنا في هذه الدقائق. وظائف الأسرة نوعان أيها الأحبة الكرام. النوع الأول يعني اللي هو فطري، يعني كما في بعض النصوص، يعني أقتبس هنا فقرة من حديث قدسي أن الله جل وعلا يكتب محبة الأبناء في قلوب الآباء. يعني لما تشعر كصغير بتحب الأبناء ديالك وتصبر يوم تتعاون وتخلي راسك أنت بلاش باش هما يكونوا بخير، باش هما يكبروا، باش تحميهم، باش تديرهم الدواء، باش تعمل حتى يكبروا وينشأوا. فهذه المحبة فطرية، والحرص على الأسرة وحماية الأسرة يعني هو شيء فطري. لكن هناك أشياء مكتسبة، بمعنى لن تتأتى لك يعني مجرد أن تتزوج أو تنجب الأبناء، لا بد من خضوعك لدورات ولعلم ولتلقي من ذوي الخبرة حتى تكتسب تلك المهارات. فهنا حقيقة علمية أحنا بكرام أريد أن يعني أبدأها في هذا السياق، هو أن جميع المخلوقات بجميع أنواعها عندما تولد تولد بما يسمى سجل عصبي أو وراثي. هذا السجل هذا كيدير؟ شوفوا مثلا كان شي إعجاب مثلا ولا تخريج مثلا، مجرد كيخرج للوجود اش كيدير؟ مجرد كيبقى يقلب على الإكيليبر ديالو باش يوقف، اش كيدير؟ يتجه مباشرة للثدي ديال الأم ديالو الشابة ويندمج وسط القطيع يعني تلقائيا. علاش؟ السيستم ديالو ديال الخلق ديالو هذا خلق الله هو شيء يؤهله الى الاندماج المباشر والسهل داخل المجتمع ديالو. الا الانسان، الانسان بالكرام يعني يحتاج الى سنتين لتعلم المشي،
يحتاج الى 3 سنوات لكي يبدا الكلام الى اكثر من يعني 16 سنه حتى 20 سنه لكي يستقيل. ولذلك من هنا ان الانسان بحاجه من يتاتى هذا الا في التربيه باش الانسان يوصل يستقل. والتنشئه ما كيتخلقش الانسان ذو موت بحيث يكون دارج واحد، لابد من رعايه. والسنتين الاولتين ديال التربيه هي سنتين مفصليه، لان حس حركيه الى غير ذلك. هذا ان شاء الله يكون يبان على سبيل ان شاء الله في الدورات المقبله. كما قلت لكم هذه فقط اشارات خفيفه حول الموضوع. مزيان هاد الحقيقه الوراثه والبيئه واش مربي من ربي يقولها الناس، والتي شي كلام تسمى الوراثه كاينه، لكنها الوراثه غالبا جانب جيني اللون الشعر اشياء كثيره جدا. عمر ما غادي يكون الاب مثلا تقي وغادي يولد تقي، ولا مثلا مجرم غادي يولد مجرم، ما كاينش هاد المساله. ف يعني حتى الحياه الكريمه يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. فالوراثه ما كتدخلش السلوك في بناء القرارات. الوراثه عندها فقط نسبه ديال 16% في تشكيل الشخصيه، لكن البيئه فاش كيتربى الناشئه الطفل ديالنا الطفله كتشكل ما تبقى 83% ديال النسبه اللي كتاثر الناشئه ديالنا باش انهم يتربوا وينشئوا. لذلك كتجي المسؤوليه على عواتقنا الاباء والامهات اولا، وهذه مهمه حنا بالكرام نقولوها في البدايه. اتمنى لكم ان نعس لا لا مزيان مزيان. سأسف يقوم بشيء. خشان مزيان. لا لا شيء معك. يعني كيش نقص الصوت من يضحك على مزروب قال لنا الناس بان على راسه. قال هذا واحد السيد. قلت له غريب وفعلا يعني اللي مشى معاه قال لك هذه مسألة حيت جيت بس سعيد قلت له الخبيث صحت له. فغير الله يحفظكم يعني انا احب مزيان عندما كندير دورات سنيه تبارك الله الحضور يعني كيخلق الجو نقدر نعرفكم ونحبكم في الله. علاش؟ لان عندكم فعلا رغبه وانتم هما عند المجتمع الكرام. اذا اعطيتهم انتم كاباء كامهات كمقبلين على تنشئه الاسره ان شاء الله، تعطيهم نموذج الاسره اللي فعلا سويه في التربيه وفيها نوع من المنهج في الرؤيه التربويه، مش فقط غير مش بمكان، فهذا كينشر بالخير في المجتمع ديالنا. وشكرا مره اخرى لجميع الخير وجميع اطراف الشراكه على هذه المبادره الرائده المتميزه التي اشد في على ايديكم في الجانب هذا، ونتمنى لكم التوفيق والسداد. المسؤوليه على عواتقنا في البيئه والجمعيات والدورات الى اخره. هذه الوظائف، وظائف الاسره خمسه. الوظيفه الاولى التربويه هي ام الوظائف، لكن الاخرين اربعه هما وظائف ان لم نقل انها توظائف حتى هي، لان احنا نقول الوظيفه الفكريه. أليس التربوية؟ لا، تربوية، جسدية، تربوية، لا فقط هذه الأربعة هذو هما اللي كيبدا الأب والأم يردوا لهم البال حتى كيبلغ الولد أو البنت 21 سنة. الفترة ديال من فاش كانوا 17 12 سنة كيدخلوا المراهقة 13 سنة كنبداو في مرحلة النضج على أربعة ألعاب. البعد الأول بعد فكري على مستوى الأفكار، البعد الثاني على المستوى النفسي انفعالات فرح سرور غير داخل الوجداني النفسي. الجانب الثالث ما يتعلق بالاجتماعي العلاقات والاندماج. والجانب الرابع هو الجسدي. احنا غالبا المراهقات كنتناولها في المحاضرات للاسف كنتناولها من الناحيه ديال الجسديه، الكتفين كذا الشعر هذه. نعم الجانب ديال الجسدي مهم، لكن ما ننساش الاخرين اللي هما يعني وظائف مهمه وقد لا يبلغ الناشئه النضج ديالو 21 سنة، رغم أن سن المراهقة كيدوز فيه 10 سنوات تبارك الله، 10 سنوات سن المراهقة، 3 سنين المراهقة الأولى، 3 سنين الثانية المراهقة الثانية، والثالثة المراهقة الأخيرة. كاين يعني إذا كان كنقص في التربية الوالدية أن ما كيوصلش الطفل أو الطفلة النضج في 21 سنة، مازال خصو حتى يبلغ 25 27 ونقولوا عاد النضج الثامن، وكيف نجم هذا الضربان. إذا كاين يعني فقدان مجموعة أشياء داخل الأسرة تجعل أن طالب أو طالب جامعي طالبة جامعية الأول أن مازال في 20 سنة أو في 21 سنة أو 22 سنة بدك دير لونوس معها كتنعس مع لونوس وهي جامعة. علاش؟ لأن هناك أشياء مفقودة أو فقدت داخل الأسرة. دوزو هذا بسرعة، لأن التربية عندها مراحل وهي إيجاد الشيء ثم
ثم تنميته ورعايته، ثم لونكوتيان صيانته. فهذه مراحل التغذية. وحتى شي واحد أحبتي الكرام، حتى شي واحد ما غادي يقول على أنه خارج السجن التربية. أنا قدامكم لازلت أتربى. إنسان عمرنا يقول لك لعق الله عطاه، ما كاينش المسألة دي. ما حدك حي ترزق وأنت في سياق التربية. وهذيك في قول الله على واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. العبادة ماشي هي الصلاة والصيام، العبادة حتى في العلاقة، حتى في النضج العقلي الوجداني النفسي العبادة. ولذلك اعبد ربك أي تلقى التنشئة والأفكار الجديدة والتطلعات وطور ذاتك وسعى إلى ما هو خير حتى يأتيك اليقين. إذن هذه مراحل التربية. نأتي إلى السؤال الذي طرحته في العنوان، ما المقصود بتأهيل آباء وأمهات قبلك؟ هو هذا الذي نسأل به المشروع ديال جمعية خير مع جمع الشركاء، فاعل خير مع جمع الشركاء. هي باختصار قرأت لك شيء كامل، هي تنظيم برامج دورات تكوينية، لقاءات، مشاورات، ورشات تدريبية للآباء والأمهات، تعطى لهم على مراحل اللي من خلالها يزود الآباء والأمهات بالمهارات التي يجب أن يكتسبوها في سياق التربية الوالدية. إذا هذا هو المقصود بالتأهيل التربوي. غتقول لي واش فعلا هاد الآباء ماشي مربيين؟ أقول ماشي قد التربية بالمفهوم الدارجي، لكن هناك أشياء اللي خصها التكميل. فأقتبس القول إذا أردنا أن تتحقق السعادة الأسرية داخل بيوتنا دون تعب، فعلينا أولا أن نتعب في تعلم سبل تحصيل هذه السعادة. رأينا ما تعبناش، أنتم جيتوا للندوة القاعة المباركة، درتوا تعب، درتوا جهد، باش تجيو تحصلوا واحد تذوقوا شوية من التمهيد ومن الترغيب فيما سيأتي من هذه الدورة إن شاء الله التي نتفاعل بها خيرا، إلا كبصمة يعني كلبنة يعني لازلت أؤكد لبنة متميزة ورائدة، لأن فعلا في دول خليجية كالكويت مثلا التي يعني أعرف بعض المعلومات عن الأردن، قطر وغيرها، تحت الدول كمصر، تونس حدانا، سبقونا، المغرب كاين لكن قليل، سبقونا إلى هذا الجانب ديال ورشات تدبيرية، ورشات تكوينية وتدريبية للآباء والأمهات لتحصيل الوعي التربوي والمهارات التربوية للقيام الحقيقي بالتربية الوالدية. قول الله تبارك عز وجل: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يعني مجموعة آيات ربما تجي في دورة مستقبلية السمراء وكما نكمل في العمر. هب لنا قرة أعين، قرة أعين قد أسميت المركز الذي نشرفوا عليه في أزهر، قرة الأعين، مركز قرة الأعين للتدريب والاستشارة. شنو هي قرة الأعين في التفسير ديالها؟ قرة الأعين هي منتهى الراحة. سر التفسير، قرة الأعين هي منتهى الراحة. ومنتهى الراحة هنا في العلاقة الزوجية، ما يكونش العلاقة الزوجية مكهربة أو خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. إذا قرة الأعين العلاقة الزوجية تكون علاقة بين المودة والرحمة. قرة الأعين في تنشئة الأبناء، التنشئة الوالدية التي تعطي أبناء صالحين وأبناء عون لك في الدنيا وذكر لك في الآخرة. إذا أهم الدورة التكوينية عشان نقولوا يعني ضرورة وجود قلنا هذا يعني التراتيك كورس اللي هما الدورة التكوينية عندنا ثلاث أبعاد. أول شيء تعطيك المعلومات معاك وبالعلم تتنور العقول. أول شيء ثاني شيء تكسبك مهارات، وثالث شيء تصبح اقتناعات. كم من اقتناعات لدينا نحن المربون الآباء والأمهات تجاه التربية هي شيء خاص تربوي تربوي. مثلا الحرص الشديد على الأبناء، الحماية الشديدة في الظاهر هو شيء فيه خير، لكن عواقبه ليست بخير، الاتكالية والتربية المدللة وغير ذلك، أو السلبية في التعاطي مع الاندماج المجتمعي إلى غير ذلك. لأن أمور شغالة على الطريق احتياجاتنا فقط نتجاوزوها لأن الوقت داهمني. إذا سقسينا الأبناء اللي نقول لهم واش كنقول لهم
منا كأباء وكوهما فجمعوا لنا فنقول سوى السعادة أي تفاني ثاني شخص من عارف التربية دولة عطاوا الاستجمال وديدنا عشان رأيتوا أباءنا وأبوه أمهاتكم وتقول لنا تكون السعادة تفاني مودة ورحمة ثاني شيء تكون عارفين أساسات التربية انتبه في الكلمة الكريمة إلى الفرق بين التربية والرعاية التربية عش كم تكلموا دلو لست دورات الصعيم الصخبرات لكن الرعاية هي حضير توكل وتشغل وتسلك للرو أو المدرسة أو الثانوية وتصاف وكتلبسوا وبعد هذا شو يقول لك وكلنا وشربنا وتصلينا وشو ما خش فيهم أنا ربيت العدد فمش بكير مش التربية مش وكلنا وشربنا وكسينا هذا شيء يعني ما هو كشي كيديروا بالمستوى ديال الاجتماعي لكن التربيه هي فيك هي يعني معاناه عناصر التربيه هي ثلاثه مع انه كلهم يعني خصو تفاصيل كاين مدخلات باش تعطي لولادك كاين العمليات خاصك دير مع ولادك ثم المخرجات ومن بعد عاود المخرج كدير التقويم خلاص كاين مدخلات اخرى كاين مدخلات اش كتقول لولادك هي القيم هي افكار هي السلوكيات التي يرونها فيك هذه كلها مدخلات فهو عبارة على كاميرا مفتوحة أو عبارة على ريسبتور مفتوح كيستقطب كل ما كيشوف هذه المدخلات فتقع عمليات داخل التربية في احتكاك في الأبناء ثم مخرجات كيف تصاغ تلك الشخصية فهذا المنظومة التربوية عموما لذلك فذلك نرجو معايا الأسئلة اللي غتكون لكم جاوبت عليها هي أسئلة بحاجة إلى أجوبة شافية ما هي التربية التي نريد؟ وكيف نربي؟ شنو هي الدوافع والوسائل التي نستخدمها مع أهل الاستثارة والحرص؟ ما هو نوع درجة العقاب والثواب؟ فوقاش تعاقب فوقاش الجزاء؟ كذلك كيف يتوزع ميزان القوة بين الأب والأم؟ السؤال الآخر في أي مواقف يظهر الأب أقوى أو الأم أقوى؟ فوقاش يجعل الأم الأب تقدم الأم فوقاش العكس؟ كلها عبارة عن الموازين كذلك الكلام هي انواع اتجاهات العواطف والمشاعر بين الوالدين والابناء العاطفه الزايده من الحب لما قتل فهي مرحله تبدا المقارنه شوف جابر شوف فلان شوف فلان شوف كذا فوقاش باش نرقدوا نحطوا سلفا على ابنائنا بالمقارنات الطفل كي او الطفل كمدلل هل يعاني من عقده النقص كيف تعرف ذلك؟ كذلك يعد من الخجل للزواء الانطوائية أن يكون افتقاد النفس كيف تكتشف ذلك؟ كيف نستثمر دور الأسرة لتجاوز مثل هذه المشاكل؟ وما هو الدور الحقيقي للوالدين في مثل هذه الحالات؟ أسئلة وأسئلة كثيرة كيف نستثمر دور الأسرة في التحصيل الدراسي؟ كيف ننمي حب القراءة؟ هل أمنية الأب والأم أعد؟ إذا كان أبوهم يقوم أمي ما يقراش أو ما يتكونش مش عارف يا غير هل طفلك عالي؟ واش كاين شغل الصوره الان ما تدخلش الطابق مثلا او كذا يعني هو على فرط حركه الحركه اللي هي عند يعني الار دي اش دي اللي هي اختيار الانتباه وفرط الحركه واش عندها الامر هذا؟ يعني الانضباط السلوكي داخل المدرسه كما بالي كيف تساعد طفلك على شخصيه متوازنه؟ يعني هذه كل حاجه اللي كاين اسئله هل لديك القدرة على مناقشة المسائل الجنسية مع ابنك أو ابنتك في المراهقة؟ يعني ما هي التربية الجنسية المناسبة لكل سن؟ فأسئلة وأسئلة كثيرة جدا بحاجة إلى إجابة، إذا ضرورة يعني هذه الدورات، أعطيكم الفكرة في الممكن المتوقع، يعني ما هي المبررات؟ لأني لا أعرف المبررات ديال علاش الدورة التكوينية ضرورية لنا كأباء، ولا لازلت وخلي مستشار لازلت في الكرام احضر يعني مؤتمر سنوي ودورتين كل سنه على الاقل يعني كان دابا دورات ومستشار لازلت اتلقى العلم يعني دورتين في العام على الاقل جوج على الاقل ومؤتمر في العام فيما يكون المغرب ولا خارج المغرب لذلك ما بقاش نقول لواحد انه زعما خصو ياخذ المعرفه ويحبس يعطى الله عطاه لا ما كاينش المساله طلب العلم دائما اذا هناك ست مبررات اول المبرر الاول أن هناك كثير من الآباء والأمهات جاوا أشياء وتربوا في وسط معين، تربوا على والديهم، وجاوا أشياء، جاوا الحاجة اللي هي يعني موروثة بمعنى يعني يندب استمرارها مزيان تبقى،
الاشياء مزيان تنمى او تستحسن استمراره مع بعض يعني جالتوش واشياء مكروهه في الزوم يعني احنا عندنا نربيو ما نقولش هكاك بالك وانا مني ولا هكاك تربيت انا لا كاين اشياء اللي هي كما سمعنا في الجانب الفقهي اصولي اشياء مستحبه في القرض المندوبه خليها ولكن المكروهه او المحرمه زولة في التربيه عندنا الدرجه الثانيه يعني اول مبرر المبرر الثاني تغيرات كاسحه ديال العصر جعلت واحد النوع ديال تزحف على الاسره جعلت انا فعلا لا بد من ذكاء وبصيره وانتباه لدى الوالدين باش يقدروا فعلا يتغلبوا على هذه المستجدات هذه الموجه الكاسحه ديال الغزو ديال التكنولوجيا كنلاحظوا بان فعلا اصبح كل منزل في زاويته حتى ان وقت الاكل كتجد هما دعا اجنبيهم ليس هناك تواصل ليس هناك شيء فهذا بحاجة الى يعني بصر وبصيره وذكاء وحس شديد لكي يعني ينتقل الانسان الى التربيه الوالديه الحق الامر الثالث ضغوط حياه ابراهيم مصروف كراب ترونسبور المدرسه كذا ضغوط واقعها السريع اليوم جعلت الروابط الاجتماعيه ومزقت العلاقات تبقى الانسان يعني اميل الى الفردانيه ولذلك يعني قصص الجده قديمه لم يعد لها الان الا ابن رحمه الله يعني اجتماع الاحفاد حول الجده التي تحكي لهم قصه ما بقاش كل واحد راسي كل واحد باغي كيجي في الليل كيبغى ينعس في النوم او انه في احسن الظروف مع التلفاز ومع الجهاز الرائي وهذه الاجهزه التي يعني جعلت لكي تقرب المسافات انا بيني وبين اخويا سعيد شبر قدام التلفازه انا بين اميال واميال لا نتواصل وانا بيني وبين شبر بس الفرصه فلذلك الامر بحاجه الى يعني انتباه بحاجه الى مهارات ولذلك ضروره تغيير التربيه الامر الرابع يعني الضغوطات الانانيه هنا جبل الانانيه كل واحد تاخذ جوع وبالتالي تقلل الاب والام يعني اش خصكم هذا عصاب شنو خصك هذا كيما راه في التسع غير في التسع الساعة الإضافية عشت السنة يعني في ظروف كانت مشليفن كنت طلعت بزياد تحول مشليفن الآباء مساكن كثرة الكلام ديالهم على البكالوريا يعني كيحاول يعزي الواقع ديالو وقلة حيلته في التربية يعزي نفسه بالأموال حتى قال لي واحد الآب أستاذ يعني دير بنتو كانت علوم رياضية دير لها أربعة الأساتذة الرياضيات وجوج الفيزياء وأربعة الفلسفة واحد في غير كيبان له بلي علاش غادي ينقذ الموقف ديالو كيملا الضعف ديالو في التربيه قلت له بنتك ماشي بحال هذوك الاساتذه ديال الدعم حاجه انا كلمات عطيت هي الدعم النفسي ديالك انت على الاول انت والام ديالها هذا جي الدعم انت كيجي كي كيجي لنا بحال نحن قرينا بلا دعم كان هو يوم كيما هو واحد ديك الساعه عقل ولا ما بعت السوليسيون ما كاينش وخدامين وجبنا تفوق كومونسيون ما عرفت يعني الاصل هو هذه الفردانية جاءت من الآباء أنه فعلا يعني الأمر الخامس تجديد وهذه حقائق الاحترام يعني أهيب الآباء والأمهات والأطر الفاعلة الجمعوية وغيرها أن فعلا تكون شريكة في استقامة المناهج التعليمية فرنسا مثلا كسبيل المثال أو بلجيكا في الدولة اللي كندا كتبرر أحيانا التعليم الآباء والامهات هما اللي كيحددوا المناهج ديال تدريس الوليدات لا في المغرب الان المناهج كتقرا مثلا المفيد في الرياضيات الرائد في الرياضيات مكتوبه داروا مفتشين معينين شكون كيختار الكتاب من الولاد في المدرسه او في الثانوي الاولاد الاباء جمعيه الاباء كيختاروا المناهج والطريقه وكل شيء تستعمل الزمان كيتدخلوا فيه هنا اذا ما كانش الوعي هذه الآباء والأمهات ما تكون جبهة الآباء مثلا كممثل الآباء والأمهات دور في تجديد المناهج التربوية وطرق التدريس. أخيرا وجود من ضرورات التأهيل وجود نوعية خاصة عند الأسر لمنظورية مثلا أو ذوي الاحتياجات الخاصة عند الأسر مما يستدعي فعلا تكوين وتأهيل معلومات كتجي بعض الاستشارات تأتيني أو لا تدري كيف تتعامل مع بنت بنتها عندها احتياجات خاصة
50 كتجيب استشاره تعطيها طريقه تاع علم تعطيها منهج تعطيها دي بلون كيفاش تتعامل. لو كانت فعلا خلعت دورات تكوينيه قبل ما فاش جبات اول مره هذا قالوا الاطباء تخلف عقلي او غطاء في الجانب الثاني تاعها فغادي تكون مستعده للتعامل في كل سن للتاخر العقلي مشكل راح نوصل. اذا من ثم تظهر ضروره التاهيل التربوي لهذا النوع من الاسر ولجعل الام خاصه الام تستطيع ان تكون في مستوى ديال يعني التربيه وتتصف تربيه هذا النوع من الاطفال ديالها بالابتكار والابداع. هذه فقط من اشاره شو واحد الكلام جبتكم غير باش تعرفوا الناس فوق السبعون من 85 ما تخلص زايد انا جبت قديمه كاين جديده تعلمت تجيب هذه دار دراسه في مدينه دارهم في نورث كارولينا 85 في 16 نشرت هذه البحث. اش داروا؟ مدرسه ذات بحث علمي متخصصين جابوا مجموعه ديال الاسر كما غادي ندير دابا جمعيه تبع الخير مع الشركاء غادي يجيو اسر اب والامهات مع وليداتهم بين 4 سنين حتى 14 يعني 4 سنين فاش كيبدا من 5 سنين حتى بدايه سن المراهقه 13 14 اش كيوقع؟ دار في هذه الدراسه هذه كيجيو الاباء كيدخلوا قاعه معينه بحال هذه وكيدير لهم تكوين مدرب او مستشار اسري او نفسي او غيره كيعطيهم وفي الطبق السفلي الابناء جالسين تما شنو يديروا الابناء؟ العاب كيف عقولهم الكبار مثلهم الصغار مثلهم كيديروا العاب عاوتاني ورشات الى اخره هادو كيتكونوا في الطبق الاول ويروحوا في الطبق الثاني شنو وقع؟ بعد واحد 6 شهور او سنه اش داروا؟ دراسه وبحث على ان اللي كانوا كيخدعوا المقاييس اللي كانت كتسد في الدراسه يعني بالنسبه للحضور اللي كانوا كيحضروا الاباء اكبر من 50% كانت الاستجابه ديال الابناء ديالهم تقريبا من 8 من 10 في الاستجابه التربويه في التنشئه وفي التوازن التربوي واللي كانوا كيحضروا اقل من 50% في اللقاءات كانت بالنسبه للاستجابه 4 من 6 فتبين بالملموس تأثير ديال الدورات التكوينية على الآباء والأمهات في استجابة الأبناء والتنشئة والشخصية السوية ديالهم. فالدراسة هذا عندي تفسير كان هو نزول الجمعية اللي بغا يحضر تفاصيل الدراسة وشنو كان كيديروا لهم شنو إلى آخر ذلك الأجل. فكان فعلا هذا الاستنتاج ضرورة الاستفادة من دور المنزل في التربية وإعادة تأهيل الآباء والأمهات الجانبية. فبعض الوسائل باختصار تنظيم الدراسات تنظيم الدورات استثمار دور العبادة يعني ضروري فتنظيم لقاءات دورات الآباء مش فقط استشارات يعني دورات تكوينية يعني باش تبدلوا التلاقف بالتجارب وأخيرا تدريب التنوع اليمين اللي كيقريو ولادنا حتى نوصلوا ندخلوا أون ماكسيوم باش أنهم فعلا يكملوا معنا الدورة التربوية وما يكونش الانتهاء